شكرا جمانة على هذا الطبق الجميل، ومن فينا ما يحب البيتزا؟ مشاهدينا، كثير من المشاريع وأصحاب المشاريع للأسف لاقوا صعوبة خلال أزمة كوفيد-19 ووقفوا في منتصف الطريق من غير دراية. شنو الخطة الجاية وشو راح تصير الأمور؟ كل هذا راح إن شاء الله نتناول اليوم مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة إيمان مهدي الموسوي، مستشار ريادة الأعمال وابتكار نماذج العمل. يا صباح الخير وحياك الله معنا. الله يحييك، الله يسلمك. حبيبتي أستاذة إيمان، نورتنا في برنامج شاي الضحى. وفي البداية ودنا نتكلم عن أصحاب المشاريع، وخاصة مع جائحة كورونا واجهتهم كثير من التحديات. شلون ممكن يعوضون اللي طاف، خاصة السنة اللي طافت كان في ضغط عليهم مع الحظر والإجراءات الصحية، عطلت كثير من المشاريع وإجراءاتهم وخطواتهم في التقدم. شلون ممكن يعوضون هذه الخسائر؟ حلو. المشاريع الصغيرة، احنا لما نتكلم عن تعويض ما فات المشاريع الصغيرة، احنا اليوم في جائحة يعني ما مر العالم فيها بشيء كذي من قبل، او يمكن احنا في عمرنا ما مرينا فيها بشيء كذي من قبل، فتحتاج الى اعادة تقييم الواقع. يعني كثير من الناس عندهم برامج معينة، عندهم خطط معينة، لما هم يجون ويبون مرة ثانية يطبقون نفس الخطط ونفس البرامج، بالتأكيد راح يواجهون صعوبة. يعني هذا ظرف استثنائي، ظرف غير عادي، ما أقدر أنا أي أطبق معطيات العالم القديم اللي الأمور كانت فيه أوكي في عالم جديد كل شيء فيه استثنائي. فأهم يحتاجون اليوم إلى إعادة تقييم الواقع، مثل ما نروح الخياط بعد رمضان مثلا أو بعد فترة طويلة، أقول أنا أبي نفس مقاساتي اللي كانت يوم كان عمري 15 سنة أو 17 سنة، ما أقدر ألبس نفس اللبس، ما أقدر، مقاساتي صارت مختلفة. ففي كل ظرف أو في كل فترة، في كل تغير يصير، أو أنا يمكن أنصح المشاريع كل أسبوع حتى في الظروف العادية تحتاج إلى تقييم نموذج عملك، تحتاج إلى تقييم الواقع مرة ثانية. أكو شيء اسمه نيو نورمز. العالم اليوم في عادات جديدة صارت عند المستهلكين، عند الناس، عند العملاء. أحتاج أنا أفهم العادات الجديدة هذه. أنا ما أقدر أي أطبق نفس الأشياء اللي كانت بالسابق، أو نفس طرق خلينا أقول التصميم المنتجات، نفس طرق تسويقها وبيعها يعني في السابق، نفس ما أنا اليوم في ظروف الجائحة. فأنا أحتاج أفهم العميل، ظروف العميل الجديدة، طريقة تفكيره، طريقة شراءه، شنو عاداته اللي صارت بعد كورونا، وأحتاج أرجع حق نموذج عملي أشوف إجراءاتي، الطريقة اللي أنا صممت، الأسلوب اللي صممت فيه البزنس، شنو اليوم أنا أحتاج أستغني عنه، شنو اليوم أحتاج أغيره، شنو اليوم أحتاج أطوره. الناس طب يمكن أكثر الناس اللي كانوا ستراجل أو كانوا عندهم مشاكل هم الناس اللي ما تعاملوا مع الأونلاين من قبل، الناس اللي مثلا كان عندهم خطط توسيعية كبيرة أكثر من أنه هم يفهمون حاجات العميل وشلون ان هم يكونون نموذج متوازن في ان يلبون رغبة العميل، في نفس الوقت يعني يستفيدون من مصادرهم الموجودة استفادة قصوى، وفي نفس الوقت شلون يحققون ربحية. هذه المعادلة تحتاج اليوم الى اعادة تقييم. فعلا استاذة ايمان، مثل ما تفضلتي، يجب ان تكون نقول الخطة او الهدف متعطي. كون احنا قاعد نمر في ظروف استثنائية، وهذه الأزمة نقول اثرت فعلا على الاقتصاد، يعني وليس على نقول الوضع النفسي او الاجتماعي اللي دايم معتادين عليه. هناك عقلية تسمى بالعقلية الريادية، ما المقصود بالعقلية الريادية؟ العقلية الريادية هي العقلية المرنة اللي هي ممكن ان تتقبل تغيير الاتجاه في اي لحظة. هي العقلية اللي تعتمد على التجربة مو على التفكير والتخطيط. نعم. فهذا يمكن احنا كنا قاعد نتكلم عن هالموضوع، ان التخطيط اليوم انا لما اجي احط لي خطه خمسيه حق المشروع او حتى خطه استراتيجيه للمشروع، فانا لما اجي اخطط على مدى بعيد، على مدى 5 سنوات او 10 سنوات، انا اليوم شنو استفدت من خطتي اللي حطيتها قبل 5 سنوات؟ يمكن ما مشيت عليها، ما راح اقدر امشي عليها. صح. اليوم احتاج الى عقليه مرنه تعتمد التجربه وتعتمد قبل ما اخطط. استاذ ايمان،
هي احنا خلينا نقول هي في فرق ما بين التخطيط اللي انا اتكلم عنه، اللي هو ان انا اي مثلا اقيم الواقع اليوم، اي نعم، واحط لي يعني طبعا ضروري ان يكون عندي رؤيه استراتيجيه، يعني مهم ان انا اعرف شنو اتجاهي، ان انا وين رايحه. صحيح. لكن ان انا اي اخطط بالتفصيل انا شنو بسوي من هني الى 5 سنوات، شنو بالضبط وكل يوم، ما اقدر. اليوم العالم متغير بالثانيه، وسائل التكنولوجيا اليوم تي تغير كل الخطط مالتي، فانا احتاج اني اصمم نماذج عمل حسب السياق المكاني والزماني والظروف الموضوعيه اللي انا فيها. نعم. حسب انا اليوم شنو عندي، انا اليوم عندي عميل شنو حاجاته اليوم، هذا العميل باكر اللي يحتاج اليوم باكر يتغير. نعم. صحيح. الاسلوب اللي كنت اعطيه او مثلا التكنولوجيا اللي استخدمها في سواء المنتج او حتى في الخدمات تتغير، فانا لازم اكون مرنه. العقليه الرياديه لازم تكون عقليه مرنه قابله للتغيير في اي لحظه. مو عقليه عاشقه فكرتها واقع في غرام الفكرة الأولى وإلا بتطبقها الواقع يتغير، لكن أنا لا، إلا أبي أطبق فكرتي، إلا أبي أطبق اللي أنا كنت مفكرة فيه من قبل. هذا اليوم ما يمشي طبعا. لازم تكون عندي مرونة ولازم تكون عندي أدوات. أنا اليوم ما أقدر أتحرك إذا ما عندي أدوات. تقدرين تبنين طاولة بدون أدوات؟ أكيد. تقدرين تبنين مبنى بدون أدوات؟ شلون أبي أسوي بزنس بدون أدوات؟ لازم يكون في أدوات وأساسيات لبناء هذا المشروع. نعم. أدوات ريادة الأعمال. نعم. ضروري ان انا افهم شنو يعني تصميم ديزاين. اليوم الموضوع مو خطه، اليوم موضوع ديزاين. انا اصمم حسب احتياجات العميل في هذه الفتره، هذا اليوم. بعد شهر بعد شهرين تغيرت الظروف، لازم عندي مرونه في تغيير نموذج العمل. نعم. انه ممكن يتغير حسب ما يوافق الوضع الجديد. طبعا التصميم لا قواعد، وهذا بروحه يعني علم، يعني لا قواعد ولا شغل. بناء نماذج عمل متوازنة لها أسس. أيضا اختبار، وطبعا أنا هذا يمكن اللي هو أكثر من الخطة، أنا أعتمد الاختبارات تيستينج. لما يكون عندي فكرة، لما يكون عندي وضع جديد، لازم أسوي اختبارات عشان أتحقق من كل فرضيات أنا حطيتها في أي وضع جديد. لازم يكون عندي اختبارات. نعم. انا اليوم عندي، كان عندي بزنس وصارت عندي مشكله، جات الجائحه، شنو الامكانات الموجوده عندي اليوم اللي انا اقدر استفيد منها استفاده قصوى؟ طبعا انا لابد من تدخل حكومي في وضع مثل بدائل. هذا نقول نسعى الى بدائل، زائد انه يكون اكو بدائل، وغير كذي. نعم. لازم اختبر اختبارات صغيره. طبعا نعم. هذه الاختبارات ايضا علم، يعني أيها. هم تحتاج الى تصميم، تحتاج ان انا اعرف شنو الاختبارات، لانه الخلل في نماذج العمل ساعات ممكن يكون خلل قسري مثل سبب الاغلاق. انا اليوم ما اقدر استقبل زباين. هذه لها حلول اخرى يعني. أيها. لكن لما هناك خلل يكون من ضمن نموذج العمل، يعني مثلا اكو ناس عندهم يبيعون منتجات، انا اليوم ما اقدر استقبل في محلي، لكن نعم. عندي طرق أخرى أن أنا أتواصل فيها، قنوات ثانية أستخدمها للتواصل مع العميل. فهذه تحتاج إلى تيستينج، أن أنا أقدر أسويها وأختبرها وأقدر منها أطور نماذج. أكيد مع الخبرة راح يتعرفون أصحاب المشاريع الصغيرة على كثير من المهارات اللي لابد تكون موجودة عندهم لريادة أعمالهم. هل تشوفين أيضا المجتمع له دور في هذه الأوضاع الاستثنائية؟ لأن مثلا احنا كواجب يعني وطني وتعاون مع المجتمع ان احنا نتجه للمشاريع الصغيرة وندعمها، ان نتعامل معها اكثر من الشركات مثلا العالمية، يكون في دعم للمنتجات الوطنية خاصة للمشاريع اللي تكون في البيت وقاعد تتضرر. طبعا هو موضوع الدعم، هو مو لنا في جائحة احنا نبي ندعم المنتجات الوطنية. نعم. احنا لازم نشجع رواد الأعمال انهم يبتكرون، وان تكون بالفعل عندهم منتجات ترقى الى ان تكون يعني منافسه الى للشركات الكبيره. وفي نفس الوقت احنا يعني بشكل مستمر هذا احنا نحتاج ان احنا نطور الابداع عند هذه المشاريع وندعمها. يعني انا ما قاعده اقول انه والله مثلا انا متعوده على قهوه من شركه كبيره ابي اي اليوم ابي اتجه لان في جائحه. لا، المشاريع الصغيره فعلا هناك كميه من الابداع. صح. وكميه من بس احنا مو قادرين للحين نستكشفها او نتواصل معاها، او ساعات يكون رواد الاعمال نفسهم
يعني يمكن تنقصهم بعض خبرات التواصل. نعم. او خبرات ان هم شلون يقدرون يعني يسوقون منتجاتهم او يصممون منتجاتهم بشكل افضل. نعم. استاذة ايمان، قلتي في فرق ما بين الخطه وما بين التصميم. طيب هنا قلتي في فرق ما بين الخطه والتصميم، واعتمدتي يعني انت يمكن النهج اللي قاعد تمشين عليه من خلال حوارك، انت ما تفضلين الخطط، او تفضلين الخطط قصيره المدى وليس بعيدة المدى بحكم أن الظروف اللي قاعدين نعيشها والمستجدات، مثل ما تفضلتي صح، نصبح في شيء ونمسي في شيء آخر، إذا التجديد مطلوب. طيب هناك نماذج أمل بدت وحطت تصاميم لكن أيضا وقفت في نص الطريق، ما هي الأسباب؟ حبيبتي هي القضية أن التصميم هو شيء يخترب مثل ما يخترب الحليب الثلاجة، لم لا مدة صلاحية. صحيح. انا ما اقدر اقول ان اكو ناس سوت تصاميم زين، انا سويت تصميم اسبوعي طاف لكن بعد ثلاثة ايام ممكن اغير التصميم. صح. وهذه ميزة نماذج العمل عن خطط العمل. خطط العمل تي خطة يعني بلو برنت جاية مرتبة تعطيك يعني تفصيلية. نماذج العمل انا احطها على ستيكي نوتس يعني على اوراق لاصقه. اليوم الظرف كذي، هذا كان النموذج اختبره، مشى امشي. باكر صار اي ظرف ثاني شلت غيرته. وهذه ميزه المرونه في نماذج العمل، تخلي ان انا اليوم البزنس مالي يعني انا مثلا اعطيكم مثال في مصنع يسوي لزاق. نعم. زين، هاي من نماذج العمل اللي يعني مميزه بصراحه. يسوي لزاق، صارت ازمه كورونا بسرعة، طبعا كانت الوزارة مشكورة ان كانت اعطتهم بسرعة تراخيص. نعم. بسرعة تحول الـ طبعا شافوا شنو الامكانات الموجودة عندهم، شنو المصادر اللي عندهم، شنو يقدرون يوظفونه، شنو بيوقفونه، شنو بيشغلونه بشكل سريع. أوكي. وغيروا نموذج العمل بسرعة، انهم قاموا يسوون بدل ما يسوون اللي هو التيبس وهالاشياء، بدأوا يسوون كمامات وبدأوا يسوون يعني أشياء معقمات. قمة المرونة. قمة المرونة. ليش؟ لأن مو يعني تخيلي أنهم لا إحنا لزاق، إحنا لازم نبيع بهالفترة هذا الشيء، لكن هم بسرعة شافوا الظروف الموضوعية، شنو الوضع اليوم، شنو أقدر أنا أسوي ضمن الإمكانات المتوفرة، المكاين الموجودة عندي، وبسرعة أتحرك أن أنا أسوي البيفت أو هذا التغيير المسار. نعم. هذه العقلية اللي احنا اليوم نحتاجها في رواد الأعمال، ان سرعة التحرك. نعم. يعني صحيح اكو يعني الايده مثل ما يقولون بالنار مو مثل الايده بالماء. نعم. بس اكو تحركات سريعة ممكن الانسان ممكن يسويها وممكن انه يعدل فيها نموذج العمل بسرعة. نعم. فهو مو موضوع تصميم سووه وهو اليوم صار التصميم. نعم. لازم يتغير بشكل مستمر. نعم. ممكن يكون بشكل يومي. نعم. أستاذة إيمان، إذا بنتكلم عن صاحب المشروع وهدفه من خلال هذا المشروع، إيش كثر مهم أن نيته وهدفه يعني يكون بوضوح قبال عينه بعيدا عن المكسب المادي، لأن أكيد إذا نجح المشروع راح يصير في مكسب مادي، أن ما يقدم للمجتمع من خلال منتجاته، من خلال أفكاره، خدماته، تكون هذه الأهداف واضحة قبال عينه، هل لها أهمية؟ طبعا هو المشروع يبنى على يعني على قواعد. نعم. صاحب المشروع، فكرة المشروع او القيمة اللي قاعد يقدمها المشروع، ونموذج العمل. صاحب المشروع مهم جدا انه يكون مثل ما قلنا عنده عقلية مرنة. نعم. غير كذي انه يكون عنده يقدر بشكل مستمر انه هو يصفي افكاره من شغله يسمونها نيجاتيف اوتوماتيك ثوتس، اللي هي الافكار الاليه السلبيه. نعم. بحيث انه هو يقدر يطور، وغير كذي انه يكون عنده هدف واتجاه وقصه ستوري. يعني في قصه في جيم اوف ثرون، يمكن هذا شفتوا مسلسل جيم اوف ثرون فتره يعني اشتهر، في نهايه المسلسل خلوا الملك يكون هو الملك الكسير، هو بران الملك الكسير. وكان وسبب اختيار الممالك كلها حق هذا الملك كان شنو؟ انه هو عنده ستوري، قصه ملهمه. وجود قصه ملهمه في اي مشروع او في اي حياه، انا ما اتكلم بس عن المشروع، لان هو المشروع هو جزء من الحياه. صح. يعني في الحياه بشكل عام او في المشروع او في اي عمل يسويه الانسان، وجود قصه ملهمه الالهام
الإلهام، قصة ملهمة وقصة، وجود قصة ومعنى لها معنى، هذا ممكن يحفز، زائد انه هو يعطي يضيف قيمه اضافيه للعالم. استاذه ايمان كلامك جميل، ويمكن حصيله حوارنا فاطمه انا توصلت ان الانسان المشاهد لازم يكون عنده خاصيه مرنه، انت عايش مع الوقت، انت عايش مع الظروف، وان شاء الله نقدم المزيد، وكل اصحاب نقول مشاعر انت منالهم، وان شاء الله يتجاوزون هذه الصعوبه ويتكيفون، وتكون عندهم عقليه مثل ما تفضلتي رياديه. كل الشكر لك ووجودك معنا في برنامجنا. شكرا لك استاذه ايمان، نورتينا في برنامج شاي الضحى، وختامها مع هذا اللقاء المميز. وقصة اليوم في شاي الضحى كانت قصة مميزة، أبطالها كانوا ضيوف حلقتنا. يعطيك العافية افتخار. يعطيك العافية فاطمة، نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، ومع السلامة.